السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم من جديد. أبو عبيدة معكم ببساطتك. وأخيرا شركة الواتساب قدمت لنا الوضع الليلي أو الوضع الداكن بالنسخة الرسمية للواتساب. كان قبل جي بي واتساب وواتساب أبو عمر وأبو فهد وهالشلة كلياتهم كانوا يقدمون لنا نسخ معدلة، حاليا قضت عليها كليا شركة الواتساب، ما ضل أو نسخة أو نسختين شغالين، ولكن معظم الميزات اللي كانت موجودة حاليا عم تجي بشكل رسمي، عم تجي تباعا شوي ورا شوي. واهم شيء اجت نسخة الوضع الداكن بشكل رسمي بتحديث رسمي من شركة الواتساب، فبدون اي تأخير خلينا نشوف كيف فينا نفعل هالوضع. اول شيء لازم نتأكد انه اخر نسخة معنا من نسخ الواتساب محدثة على 24. نكتب واتساب مثل ما انا شايفين اخر اصدار 2/3/2020. المظهر الداكن صار متوفرا، اختبره من خلال انتقال الاعدادات في الواتساب. الدردشات بنشوفها، نعم نعطيه فتح، نكبس 3 نقط مثل ما انا شايفين الخيارات اللي بيعطينا اياها، بنعطيه اعدادات، من الاعدادات نختار الدردشة، ومن الدردشة عندنا المظهر. في عندنا 3 خيارات للمظهر، اما فاتح على طول مثل ما انا شايفين، او داكن على طول مثل ما انا شايفين قدامنا، او الوضع الافتراضي للنظام. بالوضع الافتراضي للنظام اذا حاطط السيم الرئيسي للنظام ديناميكي، يعني بالنهار بيصير فاتح وبالليل بيصير داكن، الواتساب بيتكيف مع هالشي مباشرة. او اذا انت يدوي عم تنقل بيناته مثل ما انا شايفين هلا حاليا، انا مشغل وضع الليلي رح شيله مثل ما انا شايفين الواتساب مباشرة بدون اي شيء اي تعديل، اعطانا الوضع الفاتح. برجع بفعل الوضع الداكن، برجع بلاقي الواتساب اعطاني وضع داكن. فيني غير خلفيات الشاشة، فيني احط لون اسود كمان بصير اسود باسود باسود، واجمل شيء الاسود. هذا كان كل شيء بهالفيديو هذا. اذا عجبكم اعطوني لايك، واذا ما عجبكم ديسلايك، واهم شيء الاشتراك بالقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.